دمرت قوة التحالف العربي فجر اليوم صاروخا باليستيا يعتقد أنه سكود أطلقه الحوثيون وقوات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من العاصمة صنعاء باتجاه الأراضي السعودية، إلا أنه سقط في محافظة عمران بعد تدميره. عقب إسقاط هذا الصاروخ شنت قوات التحالف العربي غارات جوية على معسكر النهدين ردا على إطلاق هذا الصاروخ الذي يعتقد أنه أطلق من معسكر النهدين أو من عطان. المزيد من التطورات الميدانية في سياق هذا التقرير. مني الحوثيون وقوات صالح بهزائم فادحة إثر غارات مركزة من قبل التحالف العربي على مواقعهم في مناطق عدة من البلاد. مصدر أمني يمني أكد سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين وقوات صالح في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف على المجمع الحكومي بمديرية الشعر بمحافظة إب. في الجوف ذكر سكان محليون أن غارات التحالف استهدفت مواقع وآليات المتمردين في مديرية الحزم مركز المحافظة إلى جانب معسكر اللبنات، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين إلى جانب تدمير آليات لهم. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر من المقاومة الشعبية في محافظة مأرب المجاورة للجوف أن الجيش الوطني والمقاومة المسنودة بوحدات من قوات التحالف باتت جاهزة للزحف نحو محافظة الجوف وتحريرها وفق خطة مدروسة. في غرب البلاد أكد مسؤول الإسناد للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة أن تحرير المخا بدأ فعليا وأن قوات عسكرية مدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية دخلت المدينة وتقوم بعملية تمشيط لطرد الحوثيين من المدينة التي تطل على البحر الأحمر وتعد من أهم الموانئ في اليمن. وبتحرير المخا بحسب مسؤول الإسناد يكون أقليم تهامة بصدد التحرير بالتزامن مع دخول الألوية الحديثة المشهد العام في الإقليم، خصوصا أن تحرير المخا يشكل نقطة فاصلة في إقليم تهامة ومركزا رئيسيا لبدء عمليات قوات التحالف الذي سيعول على هذه المدينة كمركز لبدء العمليات الميدانية. حول الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض العميد محمد جواس المحلل العسكري والقيادي في الحراك الجنوبي. أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا تم إسقاط صاروخ من قبل قوات التحالف، بالمقابل أيضا قصفت الطائرات محافظة الجوف ومحافظة إب، لو تشرح لنا كيف تسير المعارك العسكرية على الأرض بحسب ما يصلكم من معلومات دقيقة من الداخل؟ هل اقتربت القوات المولية الشرعية بالمساندة من قبل التحالف العربي من تحرير محافظة الجوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكنني أن أقول أن التقدم مستمر في اتجاه المخا واتجاه المناطق اللي حول المخا، أقصد بالاتجاه الغربي للبلاد، و ربما يكون التقدم بطيء، ولكن سبب هذا البطء هو آلاف الألغام وآلاف العبوات الناشفة اللي زرعوها بكل الطرق اللي تؤدي إلى المخا، وكذلك بطريق الكورنيش المخا، ومستمع هذا الأمر يحتاج إلى وقت أطول، بحيث يعني وحدات الهندسة الميدانية تقوم بنزع هذه العبوات وإبطالها، وهو التقدم مستمر. وبالنسبة للطرق المؤدية من المخا إلى تعز وحدات التحالف العربي والجيش الوطني، تقوم بقطع الطرقات أو قطع طرق الإمداد المتجهة من تعز إلى المخا أو متجهة من الحديدة باتجاه المخا. هذا من الناحية الاتجاه الغربي للبلاد. أما بالاتجاه الشرقي وهو محور مأرب الجوف، العمليات مستمرة الآن. الحشود تتجمع وتنطلق باتجاه محافظة الجوف، وهي محافظة تقع بحدود شرق صنعاء وحدود مع مأرب. وخطة أو محور مأرب الجوف هكذا يسمى، هي خطة عسكرية واحدة يتم الإعداد لها والتقدم باتجاه الجوف لإحكام السيطرة على صنعاء أو قطع الطرقات من وإلى صنعاء ما بين صنعاء وصعدة نفسها عبر طريق يعني عبر محافظة مع عمران.
طيب قوات التحالف والضربات التي تقوم بها إلى أي مدى هي تحمي أكثر القوات العسكرية على الأرض إذا ما نظرنا إلى إسقاط الصاروخ الذي انطلق هذا اليوم من قبل الحوثيين وقوات صالح من صنعاء، وكيف تسرع من التحرك العسكري على الأرض؟ لا شك أن الغارات الجوية والدعم الناري للبوارك البحرية وخاصة بالاتجاه الغربي او الساحل الغربي باتجاه الغرب البلاد هي ذات فعاليه كبيره لقطع خطوط الامداد وتدمير نقاط التجمع لهذه الميليشيات الاجراميه وعصابات صالح. نحن نعرف انها الان تتجمع في مدينه الخوخه القريبه من المخا الذي باتجاه الحديده، وجعلتها مؤخره لتجمع القوات وتحاول ان تصد هذه الزحف دول التحالف العربي وفي مقدمتهم الجيش الوطني والمقاومة. ولا شك أن هذه الضربات تؤثر تأثير بالغ وذات أهمية كبيرة، خاصة ضرب البوارك وكذلك أيضا مسألة الصواريخ الدفاع الجوي أو الباتريوت أو يعني صواريخ خاصة بالدفاع الجوي، هي تصد الصواريخ البالستية وتراقبها من حيث ما تنطلق بحيث يكون منطلق الهدف أو منطلق هذا الصاروخ استهداف للغارات الجوية بصورة مباشرة للحد من خطورة هذه الصواريخ البالستية. طيب سيادة العميد، بعد أن حررت محافظة عدن بالكامل، أغلب المحافظات في الجنوب هي محررة بشكل كامل، بدأ تحرير المخا طبعا وهي من أهم الموانئ في اليمن، أيضا تحرير كما ذكرت الجوف ومحافظة إب، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بالنسبة للمعركة نحو تحرير العاصمة صنعاء؟ موضوع العاصمة صنعاء، دول التحالف العربي والجيش الوطني ليست مهمتهم فقط هو الدخول إلى صنعاء مثلا وإنهاء زعماء عصابات أو زعماء عصابات إجرامية أو ميليشيات. المسألة وما فيها أن التحالف عندما يسقط مديرية أو محافظة يحاول أو يصنع وجود السلطة الشرعية، والسلطة الشرعية تحتاج إلى إجراءات كثيرة منها إجراءات أمنية وإجراءات كثيرة جدا تجعل المنطقة آمنة من الناحية الأمنية. نحن شاهدنا مثلا حالة من التفجير الذي تبناها داعش مثلا في عدن، وهذه لا شك أنها أداة صراعية وليس أطرافا بالحرب، إنما أداة صراعية بيد الحوثي وبيد صالح. هذه المفاجآت التي يعملها يحسب لها حساب التحالف، بحيث أنه عندما يحرر منطقة ما يصنع الإجراءات الأمنية اللازمة للاستغناء عن أي مفاجآت أو التفاف أو من هذا الأمر، لأنه معروف أن هذه الميليشيات أيضا الورقة الأمنية استخدموها من أدوات الحرب أو من الحرب أو ماذا. أشكرك جزيلا العميد محمد جواس المحلل العسكري والقيادي في الحراك الجنوبي، كنت معي عبر الهاتف مباشرة من الرياض، شكرا لك.